اهلا بكم اعزائي المشاهدين، برحب بكم في حلقه جديده وموضوع جديد هنتكلم فيه في برنامج ساعه مع ايه. موضوع حلقتنا النهارده بيخص صحه الفم والاسنان، كل اللي يتعلق بها من مشاكل وطرق الوقايه منها. اتكلمنا عنها اخصائيه طب الفم والاسنان دكتور ساره حمزه. اهلا يا دكتور، ازاي؟ اهلا، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. دكتور، في كذا مشكله بتواجه كتير من الناس، هنتكلم عنهم واحده واحده. اول حاجه، الناس اللي دايما بتحافظ على ان هي تغسل سنانها بس بتحس بتغير كده في الرائحه شويه، ده ايه اسبابه وازاي نتجنبه؟ هو اصلا مشاكل اللثه ومشاكل الفم ورائحه الفم الكريهه بالاخص بتبقى ليها سببين. اول سبب ممكن يبقى اصلا ملوش علاقه بالاسنان، اكسترا اورال، وحاجه تانية بتبقى ليها علاقه بالاسنان. اللي ملوش علاقه بالاسنان ممكن مثلا عندي التهاب في المعده، عندي مشكله في الجيوب الانفيه، مرضى السكر، كل دول بيعانوا من ريحه فم متغيره ومش كويسه، يعني بصرف النظر عن موضوع الاسنان الفم. اللي ليها علاقه بقى بالاسنان، اول حاجه الجير، تاني حاجه الجيوب اللثويه، لان الجيوب اللثويه دي بتبقى عباره عن زي باكت، يعني بيخش فيه الاكل، بيتجمع البكتيريا، بتيجي تعمل زي تخمر على الاكل ده، فده بيسبب لي ريحه فم كريهه. لو انا مثلا عامله حشوه مش مظبوطه، مثلا مفتوحه من الجناب، مش كيرف زي المفروض تبقى بقيه الاسنان فيها، دي برضو بالظبط الاكل بيتكون ما بين الاثنين ونفس نظام البكتيريا برضو بتسبب لي ريحه الفم الكريهه دي. ولو عامله تقويم، لازم التقويم اللي حضر التقويم لازم يبقى فيه عنايه فوق الطبيعي بالموضوع نظافه الاسنان، لان ساعات في بواقي اكل انت اصلا مش عارفه توصلي لها ومش شايفاها، بيبقى بقى في فرش معينه، بتبقى حاجات بتخش جوه التقويم ما بينه وبينظف المكان يعني. والتدخين ده سبب 100% اساسي جدا طبعا. ولو عامله مثلا كراونز او تركيبات او حاجات مش مظبوطه برده 100%، الاكل يعني ما بين اللثه والتركيبه اللي انا عاملاها بيبقى زي في فراغ، انا لازم اخش بالفلوس وانضف ما بينهم دول، لان ده اصلا الفرشه صعب توصل للمكان ده. أيوة. فده بيجمع لي اكل وانت مش بتبقي واخده بالك، وده بيعمل لي رائحه فم كريهه. يا دكتور، يعني الجير ليه علاقه بتكون رائحه في الفم احنا مش معروف فيها؟ ده الجير يعني هو اصلا الجير بيعتبر المكان اللي البكتيريا بتحبه عشان يحميها من اللعاب بتاع الاسنان، يعني اللعاب بتاع الفم اصلا بيبقى يعني بيديني زي بروتكشن حمايه للثه وللفم من التسوس، يعني هو بيبقى فيه اينز وكالسيوم، دي بتترسب، الحاجات دي كلها بتترسب على سطح السنه او الضرس اللي موجود عندي، وبتديه زي بتخلي طبقه المينا اقوى وتقاوم التسوس اكتر. تمام. فده طيب بيبقى حاجه مهمه. تمام. طيب طبقه الجير دي بتتكون ازاي اصلا؟ ممكن الحقها في الاول ولا اسيبها عادي؟ هي اصلا بتتكون، هو الجير بقى الفكره في ايه، هو زي بلاك او زي طبقه كده بتتكون نتيجه ان انا ما نظفتش كويس سناني كويس مكان الاكل، في بواقي اكل لسه موجوده في الفم، وبتيجي عليها اللعاب زي ما قلت لك، اللعاب فيه مينرال وفي معادن موجوده فيه، فبالتالي بيبقى فيه مثلا سبت بواقي اكل وما غسلتهاش مره واتنين، بتترسب على سطح السن، تيجي المعادن والمعادن والاينز اللي موجوده اصلا في اللعاب ويترسب، يعمل لي بقى سطح جيري، يعني دي زي طبقه جيريه بتتكون على سطح الاسنان، وتبقى ملي اكتر حاجه موجوده فيها في الاسنان السفليه من ورا وفوق عند الضروس، تبقى دي اكتر اماكن بتتجمع فيها الجير ويبقى مليان بكتيريا. طيب في ناس بتسيب الجير، هل دي تعتبر ليها حاجات نيجاتيف هتحصل بعد كده؟ هل هو ضار ولا طبعا الجير طول ما انا سايب اصلا الجير ممكن يوصل، هو فكره الجير بيبقى ضاغط على، انت الجير بيتكون على سطح اللثه، على سطح السنه بيبقى ضاغط لي على اللثه، فدي مع الوقت بتعمل لي الجيوب اللثويه اللي احنا لسه بنتكلمين فيها. تمام. وبيأثر لي اصلا على اللثه ذات نفسها، بتعمل لي التهابات كتيره جدا في اللثه، وللاسف الجير ما ينفعش نعالجه بالفرشه الاسنان في البيت، لازم بتروحي للدكتور بالادوات اللي عنده يشيل لك الجير ده، لان هو اوريدي خلاص بقى صلب، بقت زي حاجه كده ما ينفعش تشيلها بالكم الاول، المفروض نستخدم بقى في حاجات نستخدمها، الفلاس والفرشه والمضمضه، كل ده عشان نحاول ما يبقاش في اي بواقي اكل موجوده وتسبب لي الجير ده مع الوقت. طيب يا دكتور، على ذكر الجير واللثه، اللثه ساعات لما بيكون في طبقه جير بيكون لونها احمر شويه او بتكون ملتهبه بس مش بيبقى في الم، هل لون اللثه طبيعي يبقى احمر شديد كده، او هل ده بيبقى مؤشر لان في مشكله اصلا لازم تعالج؟ لا، لون اللثه الطبيعي بيبقى لونه بينك مش احمر وفي تورم، يعني لا، ايه المؤشر اللي نعرف بيه ان في هنا مشكله في اللثه؟ زي ما انت بتقولي كده، بيبقى في احمرار بسيط، بيبقى في زي تورم، بيبقى في مثلا مع الاكل او غسيل الاسنان في دم،
كل ده بيقول لي ان في مشكله في اللثه. ايه بقى اسبابها؟ اول حاجه من اسبابها اللي هي الجير اللي لسه متكلمين عليه ده، لان هو اوريدي اصلا متكون على ضغط على اللثه، مش مديها راحتها. يعني مع الوقت مع الجير كل ما يضغط اللثه بتتراجع، هي ما بتحبش ان الجير موجود عليها، فمع الوقت اللثه بتتراجع، ده هيسبب لي الجيوب. كل ما بيبقى لو بقى الاكل موجوده والالتهابات هتسبب لي الجيوب اللثويه، ودي هتعمل لي مشاكل كتير جدا، لان الاكل هيتجمع فيها وكل حاجه هتبقى طبعا ريحه الفم الكريهه. مع الوقت ممكن توصل لي، ممكن يحصل تراجع للثه كبير لدرجه ان الجدر يبان، ويحصل لي حساسيه من موضوع تراجع اللثه. يعني الناس اللي ساعات الهواء بيخبط فيها او بتشرب ميه ساقعه فبتحس بكهرباء في اسنانها، ده بيكون ليها علاقه باللثه؟ لو عندي التهاب في اللثه ولسه في تراجع، ده بيبقى يعني من المين يعني السبب الرئيسي ان في حساسيه. وفي ناس اصلا طبيعتها يعني مثلا عامله حشوه جديده، حاجه يعني حاجه بسيطه، بتبقى في سنسيتيفيتي شويه بعد الحشوات او كده، بس بيروح مع الوقت. وبرده اللي بيتسبب لي التهابات اللثه تاني التدخين، لان درجه حراره التدخين اصلا ممنوع ان انا حاجات سخنه قوي والحاجات السبايسي قوي ان انا اكلها على طول، او ان انا اشرب الحاجات السخنه قوي، لازم استنىها تهدى شويه وبعد كده ابدا اشربها، لان كل ده بيعمل لي التهاب للثه، لان دي درجه حراره عاليه فوق الطبيعي ان هي اللثه تستحملها. والحوامل برده نفس النظام هيحصل لهم التهابات، ده عشان تغير الهرمونز والحاجات اللي بتبقى يعني انت عارفه بقى الحوامل في حاجات بتتغير، فعشان كده دي برده من اسباب ان بيبقى فيه ريحه، بيبقى فيه والجير وكل ده مرتبط ببعضه. طبعا. طيب يا دكتور، اللثه ساعات بيطلع فيها تقرحات، مش بيبقى حد قادر ياكل، وساعات بتطلع في الفم كله حتى في اللسان، هل دي ليها اسباب بحاجه غلط احنا بنعملها، ولا دي بيبقى وجع مثلا بره الفم؟ لا هي ليها اسباب، بس هي ايه اصلا الاول؟ ايه هو القرحه؟ هي تبقى زي جرح في النسيج المبطن للفم. يعني الجرح ده بيعمل لي طبعا في الكلام مؤلم جدا، في الاكل مؤلم جدا. ايه بقى اسبابها؟ ان انا ممكن اصلا ما فيش نظافه اسنان، يعني ما بهتمش اصلا بنظافه الاسنان من الاول خالص، او ان في نظافه اسنان بس انا بنظف غلط، يعني أيوة بستخدم الفرشه والمعجون غلط، بخلي في قوه احتكاك جامده، مش بعملها. ده بينظف؟ لا طبعا، ده انت بتضغطي برده على بتعملي عليها بريشر، وهي لسه مش عشان كده، دي كده الاحتكاك ده برده غلط. ساعات الامتحانات لما مثلا الطالب جاي الامتحان ستريس والقلق والحاجات دي كلها بتطلع بينعكس على الفم. طبعا بتطلع قرح في الفم، والادويه المضادات الحيويه وادويه السكر الامراض المزمنه كل ده بيطلع لي قرح في الفم، ولسه قايلين السبايسي فود والحاجات السخنه قوي، كل ده برده بيأثر لي على اللثه والفم. طيب يا دكتور حاجه زي التسوس، هل برضو ليها علاقه بالاكل وان احنا بنعمل حاجه غلط، وازاي نتجنبها، لان اصلا شكلها بيبقى مستفز جدا؟ ما هو ده بس مصر كلها بتسيب نفسها لحد ما التسوس يبقى خلاص وصل، يعني مفيش حد مثلا يجي لك الاول يبقى تسوس لسه بسيط ولحق نفسه. لا، طالما انا مش موجوعه، بالذات في الاسنان، طالما مش موجوعه خلاص مش هروح لدكتور الاسنان. اكبر غلط ان احنا مش بنتابع، يعني المفروض يبقى في متابعه على الاقل مرتين في السنه، لان انت مش بتبقي واخده بالك مثلا من في نسبه تسوس بسيطه بتسيبيها لحد ما خلاص بقى يبقى التسوس متمكن من كل الدرس. ايه بقى بعمل ايه غلط؟ اولا مش بغسل سناني بانتظام، مش بغسل سناني صبح وبالليل، اقل حاجه المفروض بعد كل اكل او مثلا بعد ما اشرب حاجات اتمضمض لحد ما يعني اشوف ان مفيش خلاص بواقي اكل. طبعا. استخدم الدنتال فلوس اللي هو الخيط الاسنان ده، بيبقى مصمم ان هو انزل اخش ما بين الكونتاكت اللي ما بين كل درس والتاني واوصل ليه واشيل بواقي الاكل. استخدم طبعا، وبرده من اسباب الحاجات اللي بتعمل لي المشاكل ان بستخدم بخش في ناس بتستخدم خيط دي كارثه. أيوة. الخيط اصلا هيجرح لي اللثه. انت كده مش بتعالجي الموضوع، انت كده بتزوديه اكتر. الخيط العادي مش اللي هو بتاع الاسنان، هو حاد جدا فعلا. بس طبعًا. بيأدي الغرض يا دكتور. لا غلط، انت عشان تبقى تأدي غرض واحد هبهدلي بقيه بقيه الحاجات. لا طبعا التسوس ويعني الفرشه والمعجون طبعا ده من اساس الحاجات دي كلها، يعني فرشه ومعجون ودنتال فلوس او الخيط المخصص بالزبط. هل في ادوات ثانيه عشان نشيل المضمضه؟ والمضمضه برده من الحاجات اللي بتمضمضي جامد، يعني بحيث ان المضمضه توصل لكل الحاجات الاماكن انت مش عارفه توصلها بالفرشه. الفرشه برده مش هتعرف توصل، يعني انت بتغسلي بالفرشه من كل جوانب الاسنان، في ما بين الاسنان بقى دي بقايا. بقايا وظيفه الفلوس ووظيفه المضمضه. طيب يا دكتور، ساعات ناس بتبقى مركبه حشو والحشو مش مستوي او سايب فراغ ما بين السنه واللي بعدها، فالغصب عني بقايا الاكل بتوصل، لما بدخل الدنتال فلوس او الخيط ده
مش بيشيل بقايا الاكل بس بيطلع كده مقطوع، فدي حلها ايه؟ ما هو الفكره ان الحشوه كده مش مظبوطه، انا لازم الحشوه بتاعتي تبقى سموس ناعمه ما فيهاش اي، بالذات من الكونتاكت ما بين الضرس والتاني، ولازم تبقى قافله، ما ينفعش اسيب فراغ، لان الفراغ ده هيعمل لي بعد كده بقاقي اكل وهيسبب لي في رائحه فم كريهه وهيؤدي اصلا ان الحشوه تبوظ. يعني انا لازم الحشوه تبقى عندي، بتبقى زي يعني انا بحاول افولو الاناتومي اللي موجود، يعني زي ما معمول اعمل. أيوه. مش بعمل حاجه جديده. يعني انا بحاول احافظ على الكونتاكت ما بين كل واحده والتانيه زي ما هي، اللي اسمح بس الموجود يسمح بفلوس، مش ان انا ادخل يبقى فراغ واسع لان هو درجه الاكل يخش فيه، ده مش صح. طيب يا دكتور، على ذكر الحشو، ايه هي انواع الحشو الحلوه وليه؟ بصي، في حشو اللي هو الحشو البلاتيني الناس بتسميه، او اللي هو لونه بيبقى لون المعدن كده، وفي انواع حشوات تانية بتبقى بيضه اللي هي زي الكومبوزيت، وفي زي جلاس ايون، بس ده مش مدى يعني مش بيقعد كتير. وفي ان انا ممكن اعمل اخد مقاس، يعني اعمل الكافيتي بتاعتي او التسوس اشيله واخد مقاس واوديه المعمل ويصبه بورسلين، يعني حشوه مش انا اللي بعملها وانا قاعده في العياده. او اللي هي اسمها امالجم، او الحشوه البلاتينيه دي بتبقى يعني هي خلاص ما بقتش دلوقتي الناس كلها بتحبها لانها خلاص ايوه. لونها بقى وحش، والفكره ان هو معدن فبيوصل الحل وبيوصل الحراره السخنه والساقعه، فكل ما كانت الحفره او اللي انا عملت يعني التسوس عملها وشلت مكان التسوس كبيره، كل ما هتوصل اكتر للسخنه والساقعه، وهيجي لك بقى يشتكي ان انا بحس بسخنه وساقعه ايوه وكل ده، فدي تبقى يعني خلاص ما بقاش حد يحط، مش بيفضلوها قوي عشان الشكل وعشان التوصيل للحراره ده السخنه والساقعه. طب هل المعدن في الفم ده ممكن يعمل ريحه، ممكن يسافر فكره؟ طبعا. ما انت ما هي لو برضو مش مظبوطه، طول ما في حاجه مش مظبوطه، بلس اصلا ان المعدن كمان هتلاقي فيه طعم ميتاليك في بقك، يعني طعم كانك في حاجه معدن ايوه. عدى على حاجه معدن، فدي برضو بتبقى من ضمن الحاجات اللي مش بتحب ان نحطها، عشان البيشنت بيجي يشتكي من ان تستعمل معدن توصيل الحراره اللي هو السخنه والساقعه، كل دي بتبقى حاجات مش حلوه في الماده في التركيبه في المعدة. البلاتينيه. طيب يا دكتور، مشكلة زي مشكلة التصبغ، ناس كتير لون سنانها طبيعي، إس فجأة كده وبالتدريج، مش فجأة بس بالتدريج، بيلاحظوا بتصبغ تغير. باللون، السنان بيغمق سنة. إيه الأسباب لده؟ يعني في حاجة ممكن نتجنبها فنحافظ على لون سناننا؟ طبعا اول حاجه اصلا التصبغ ده بيجي من ايه؟ احنا سنتنا ربنا خلقها مش مصمطه، يعني لو حطيناها تحت مايكروسكوب كده تلاقي فيها مايكرو بورز كده، حاجات صغيره 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 زي حفر صغيره صغيره صغيره، هي مش حاجه بلوك ومعموله. فدي مع الاكل بقى، النسكافيه، التدخين، القهوه، كل ده بيأثر لي على الشاي والحاجات كله، الغامقة دي. كل اي حاجه فيها تصبغات، اي حاجه فيها الوان بتأثر لي على الاسنان. مع الوقت كل ده السنه بتمتص كل الكلام ده كله، الالوان دي كلها مع الوقت هتلاقي سنك ابتدت تصفر، ابتدى فيه اصلا بقع بني. انت المفروض كنا نتجنبها بقى الاول ازاي؟ مثلا بنشرب بيبسي، بنشرب بناكل حاجه فيها تصبغات، نمضمض على طول، اول ما نخلص نمضمض لحد ما نشوف اللعاب اللي طالع لونه ابيض، ما يبقاش فيه بواقي من بواقي الحاجات اللي كانت موجوده، لحد ما لو بقى خلاص احنا وصلنا لمرحله ان هي التصبغ حصل، لازم بنروح للعياده. برضو مفيش حاجه بقى في البيت ولا ليمون، ده الليمون غلط، ده كارثه، والكربون ده كارثه، كل ده غلط، لان انت بتاكلي من طبقه المينا، مع الوقت انت مش واخده بالك ان بتاكلي دلوقتي، مع الوقت اصلا ايه اللي مسؤول عن اللون الابيض بتاع الاسنان؟ طبقه المينا اللي عندنا، تحتيها في طبقه اسمها طبقه العاج، دي بتبقى لونها اصفر. فمع الوقت كل ما استخدم الحاجات اللي هي بتضر اصلا الاسنان دي، الطبقه اللي فوق بتتنحل بتتشال، فيبان، فيزود لي اصلا اللون اكتر، اللون الاصفر ده يزود لي الاصفر بتاعه اكتر. فالحل ان انت بتروحي عند دكتور الاسنان، هو بادوات عنده، حاجات معينه عنده بيعمل لك الطبيب، ومش برده مش يعني ومش مش كل شويه، يعني مثلا مش كل شهر طبيب، لا طبعا، عشان دي برده نفس النظام بتاثر على المينا بتاعت الاسنان. طيب يا دكتور، حاجة زي التقويم، ايه هي الحالات اللي بتحتاج تقويم، غير ان الناس مثلا بتبقى اسنانها راكبة فوق بعض او في سنة طالعة معوجة، هل في حالات تانية ممكن تحتاج التقويم؟ في التقويم عبارة عن ايه؟ ان احنا بنغير علاقة السنة بالسنة اللي جنبها، او السنة في الفك اصلا، او الفك في الفك. ان انا اغير السنه بالسنه اللي جنبها او السنه في الفك، دي ملهاش عمر، ممكن اعملها في اي وقت، لكن في الاطفال بالذات لو اصلا المشكله عندي ما بين الفكين، الفك العلوي والفك السفلي،
لازم يعني لازم اصلا اكون متابعه مع من اول ما الطفل بيبدل مع دكتور تقويم، تخصص تقويمي، لان التقويم ده عندنا بيبدا تخصص بيبدا كمان من بعد ما بنتخرج. يعني احنا مش بنتخرج بنعمل تقويم، بنبدا بنعمل ماسترز، بنعمل حاجات في التقويم تسمح لنا ان احنا نبدا بقى نشتغل تقويم. فيبقى متابع من سن 8 سنين على الاقل، بحيث ان هو يشوف تبديله كويس ماشي كويس، تبديله بدل بدري فنحط له حافظ مسافه وما اضطرش ان في ان السنان تطلع مكان بعضها، بدل متاخر فيعني يبقى فاهم ويطمن الام ان لا هنا مفيش مشكله او لا محتاجين تدخل دلوقتي، لان في حاجات بعد لو تدخلت من بعد ما مستنيت جراحه. يعني هو مرتبط بسن فعلا فكره التقويم، يعني علاقه الفكين ببعض. يعني لو في مشكله في الفكين طبعا بتبان بالاشعه والحاجات اللي الدكتور بالتقويم بيطلبها، لو في مشكله ما بين الفكين العلوي والسفلي بتحتاج ان انا اعملها قبل 14 سنه قبل ما يحصل غلق في عظم الفكين. فدي ولو بقى مستنينا بعد كده، عشان كده لازم متابعه من وهما صغيرين عشان ما اضطرش بعد كده ان انا اعمل جراحه او حاجه تبقى، وكمان بتبقى جراحه يعني مش سهله. حاجه كبيره احنا علينا من ده بقى. طبعا فبنلحق من الاول كل الكلام ده، غير بقى طبعا علاقه الاسنان بالاسنان دي بتبقى حاجات يعني في اي وقت، يعني كنت ان مثلا في اسنان على بعضها راكبه على بعضها، في حاجات في سبيسز كمان، يعني مثلا حد عنده مسافات واسعه دي كلها بتقفل دي برضو بالتقويم. بالتقويم كل ده بالتقويم. لو حد مثلا عنده بيبقى الناب هنا والناب العلوي يعني بيبقى كتير قوي حالات جوه اللثه يعني ما طلعوش، فبرضه بيفتحوا عليهم بيشيلوا اللثه اللي عليهم وبيشدوهم بتقويم. طيب يا دكتور حضرتك قلتي ان السنه لما بتقع الاسنان بقيتها ممكن تطلع في مكانها او كده، هل دي يعني عند الاطفال ماشي ممكن نركب حافظ مسافه وهيطلع بدلها، طب الناس الكبيره او الناس اللي وصلت لسن ما فيش تبديل، هل دول بيضطروا ان هم يركبوا تقويم ولا زراعه ولا بيتصرفوا ازاي؟ لا خلاص جاست ان هي خلاص الاسنان الدائمه طلعت، مش هقدر اعمل تقويم. يعني في كل حاجه في وضعها، انت لو غيرتي في وضع يعني مثلا حبيتي تجيبي بقى حاجه مكان حاجه هتغيريه اصلا في العضله ذات نفسها وفي العلاقه ما بين الفك والفك، فدي مش مظبوطه. لازم يا اما هعمل حاجتين، يا اما امبلانت يا اما كراونز اللي هو البريدج اللي هو الكوبري. ودي يعني الناس احنا مش بنفضل قوي الكراونز، لان انا ببوظ سنتين سلام، يعني ببرد هنا وهنا عشان اركب السنه الناقصه اللي في النص. ده عشان يبقوا سوي واحد ولا لا؟ عشان يبقوا موجودين. يعني فكره البريدج ايه؟ ان هنا انت عندك في حاجه ميسنج، عندك هنا في سنه وقعت او ضرس وقع، فبروح عامله برضه السنه اللي قبليها والسنه اللي بعديها عشان اقدر احط التركيبه عشان يبقى اللي في النص اتعوض لي. فانا كده باكل من اتنين عشان اعالج واحد بس. هو الامبلانت غالي شويه، يعني هو مكلف، بس لو في اوبشن ان هو الناس بتعمل امبلانت، كل الناس بتعمل امبلانت عشان هو افكتيف جدا يعني ومريح. ويعني يشتغل بنفس فكره السنه الطبيعيه او يؤدي واجبها. هو طبعا مش زي السنه الطبيعيه يعني عشان كده بنحاول نحافظ على اللي ربنا خلقه، بس بيؤدي نفس، بنفتح وبنحط الامبلانت وبنقفل ونستنى شويه ونحط الكراونز عليه، بتبقى نفس فكره السنه الطبيعيه بالظبط. طيب يا دكتور طريقه غسل الاسنان الصح، في ناس تقول لك اغسلي عادي بالفرشه والمعجون، بس المعجون سيبيه بحيث ان هو يبقى طبقه تمنع تكون طبقه دهنيه من الاكل على السنان، هل ده صحيح ان انا اسيب المعجون على اسناني؟ طبعا هسيبه وبعدين هبلعه. ما هو المعجون برده بيبقى فيه برده كيميكلز وحاجات انا مش عايزاها. يعني فكره المعجون ان انا بحطه، هو المعجون فيه فلورايد، فده بيديني برده اللي بيحافظ لي على الاسنان شويه، هو ذات نفسه يعني انت لما بتعملي هي السنه بتاخد الفلورايد، لكن مش ان انا اسيبه وبعد كده ابلعه، لا طبعا لازم اغسله. وكمان مش لازم، ما ينفعش كده، لازم انا بقسم الفك بتاعي لاربع اجزاء عشان ما تهش انا غسلت فين الاول وما غسلتش فين، اخلص جنب كل الاتجاهات بتاعت السنه ومن كل، وبعد كده اتجه للجنب التاني لحد ما اخلص الاربع اجزاء. وبرده ما ننساش اللسان، لان اللسان من ضمن الحاجات اللي بتعمل رائحه الفم الكريهه لو ما غسلتهوش. يعني انت كلنا بنغسل سنانا وبننسى مثلا نقول اللسان مش مهم، مع انه اكتر حاجه بيبقى عليها بكتيريا، الطبقه اللي موجوده دي بيبقى عليها بكتيريا. فكل ده مش صح يعني. تمام دكتور، هل انا مضطره اغسل سناني بالفرشه والمعجون بعد اي حاجه تدخل الفم؟ لا وبس احنا يعني على الاقل مرتين في اليوم، اول ما تصحي وقبل ما تنامي. وقبل ما تنامي طبعا دي مهمه جدا، لان احنا قلنا ان اللعاب بيجف، يعني اللعاب واحنا نايمين بيقل جدا، فدي فرصه كويسه جدا للبكتيريا ان هي تشتغل. فعشان كده عايزين نتاكد ان مفيش اي حاجه بواقي اكل او اي حاجه في الاسنان طول ما احنا نايمين. عشان كده قبل يعني مهم جدا ان احنا نغسل سناننا بالفرشه والمعجون والفلاس والمضمضه
قبل النوم، واتاكد ان مفيش اي حاجه موجوده على بواقي طعام على اسناني او على اي حاجه، عشان وانا نايمه ما يحصلش بقى اللي هي ده بقى خلاص انا كده عملت البكتيريا اللي هي عايزاه، ان انا دخلت سبت لها الاكل وهي بقى تعيش في حياتها في بالليل. تمام. طب يا دكتور، فكره غسل الاسنان كتير بالمعجون ليها اضرار؟ ليها اضرار على الاسنان، لان احنا برضو الناس بتفضل احتكاك يعني، برضو هو مش الطبيعي ان انا افضل اضغط على اللثه واحتكاك، لا يعني هو مرتين كويس، بس بعد كل اكل بقى احاول مع مثلا بس لو اكلتي مثلا اكله ستيكي الحاجات بتلزق حاجات ممكن تغسلي، لكن لو انت مثلا واكله عادي شربتي حاجه يعني يفضل تمضمضي لحد ما قلنا العيب يبقى ابيض وكده يبقى ضمننا نظافه الاسنان. تمام. طيب يا دكتور، في الاخر عايزه حضرتك تقولي نصايح لو مشينا عليها تخلينا نتجنب كتير من المشاكل اللي احنا سبق ذكرها دلوقتي. تمام. اول حاجه لازم نظافه الفم، ما ينفعش اعمل كل ده وما اهتمش يعني امضمض، لا لازم فرشه ومعجون، لازم اشيل كل بواقي الاكل. الفلوس عشان الفرشه والمعجون مش توصل، الفرشه كده مش توصل لكل جوانب السنه، فلازم الفلوس ما بينهم، المضمضه برضو دي حاجه اساسيه، نظافه اللسان سوفت، اجيب فرشه ناعمه وانضف بيها لساني. شرب الميه كتير عشان ده بيحفز لي اللعاب ان هو يشتغل. اصلا ايه فايده اللعاب؟ اللعاب الفكره فيه ان هو بيبقى عنده ليه وظيفتين، اول حاجه ان هو بيبقى فيه الكالسيوم والاينز والحاجات اللي موجوده بتترسب على سطح السنه فبتقوي طبقه المينا فبيقاوم التسوس. والحاجه الثانيه اللي هو بيبقى فيه اصلا اجسام مضاده بتقاوم لي البكتيريا اللي موجوده في بقي. فطول ما اللعاب موجود معايا باستمرار دي حاجه دي حاجه كويسه. يعني هو بيشتغل كانه بيغسل السن، طول ما انا بتكلم وباكل اللعاب شغال، بحفز الغدد اللعابيه ان هي تشتغل واللعاب يشتغل فينظف لي كل بقيه الحاجات اللي على ضروسي. فدي برده من اسباب شرب الميه، دي اهم حاجه من يعني عشان اللعاب يفضل شغال. طبعا اتجنب السكريات لان السكريات بتتحول لاحماض بعد كده وبتاثر لي، بتخلي المناخ بتاع الفم يعني البكتيريا تحب تقعد فيه عشان هو مناخه بيبقى حمضي. وطبعا الفلوس زي ما اتكلمنا، ونبطل التدخين طبعا مضر يعني يا ريت بلاش تدخين خالص، ونبدل السكريات بقى بفواكه وخضروات، لان اصلا الالياف اللي موجوده في الفواكه والخضروات بتساعد كمان على تنظيف الاسنان. يعني هي الالياف اللي موجوده دي بتخلي لي الاسنان بتنظف الاسنان كمان والله. مع والله. تمام. دكتور بشكرك جدا على المعلومات الحلوه دي، اتمنى اللي يكون سمعنا استفاد. شكرا جدا ليكي. اعزائي المشاهدين بكده بوصل معاكم لختام الفقره الاولى، هنروح فاصل وهنرجع لكم من جديد.